يسود هدوء حذر العاصمة التونسية بعد تجمع نقابي تضامني مع احتجاجات سيدي بوزيد على البطالة. الحكومة التونسية أعلنت عن مخططات اقتصادية خاصة بالمناطق الداخلية لتنمية الاستثمار في الوقت الذي دعا فيه مجلس النواب إلى لغة حوار تصغي فيه إلى كل الأطراف بدون إقصاء أو تهميش. وحول هذا الموضوع معنا من تونس العاصمة برهان بسيس الصحفي والمحلل السياسي. سيد برهان، هل ممكن أن نقول بأن الأمور تتجه إلى المنطق الحواري الآن؟ بالتأكيد تتجه إلى المنطق الحواري، وهذا ما كان متوقعا على ضوء تصاعد الاحتجاجات التي ذهبت بالبعض إلى تأويلات شتى أخرجت الأمور عن سياقها ووضعتها في سياق آخر هو عبارة عن تأويلات سياسوية أكثر منها وصف لحقيقة الوضع. حقيقة الوضع كانت هناك احتجاجات شرعية تتعلق بالمطالبة في الحق التشغيل. الحكومة أنصتت، مختلف الأطراف في المجتمع السياسي والمدني أنصفوا هذه المطالب. لا أحد تحدث أنها مطالب غير شرعية، لا أحد تحدث أنها ثورة قطاع طرق، لا أحد تحدث أنها عبارة عن ثورة جياع يعني منحرفين. لا، الجميع يتحدث عن أن كل أبناء تونس من حقهم التنمية، كل أبناء تونس من حقهم الشغل، كل أبناء تونس من حقهم الكرامة التي تتحقق عبر الشغل والاستقرار الاجتماعي. برأيك إذا لماذا وصل الأمر إلى الشارع طالما أنه كان ممكن أن يكون حوار من الأصل؟ لماذا أيضا الآن تدخلت نقابات الشغل وبقية النقابات من أجل هؤلاء الشباب؟ حركة الشارع جزء من الحراك الذي يشهده أي مجتمع حي. النقابات ذات التواجد العريق والمتأصل في تونس من شكل من أشكال تعبيرها هي أن تتجمع أمام مقراتها، هي أن تحتج، هي أن تعتصم في إطار سلمي مدني. لا أحد يملك أي مشكلة مع هذا الإطار، لكن المشكلة كل المشكلة أن تنحرف بعض الاحتجاجات إلى استعمال العنف، إلى استهداف الممتلكات العمومية. وأنا هذا ما قصدته. طبعا الحراك الشعبي العادي يعني أمر مفروغ منه، حق لكل مواطن. أنا أتحدث عن الأمور لماذا يعني طالت حتى وصلت إلى موضوع العنف أو حتى إضرام النيران أو حتى تكسير ممتلكات خاصة. هذه المشكلة طبعا، أي تحرك احتجاجي خاصة عندما يكون غير مؤطر، خاصة عندما لا تؤطره أي جهة نقابية أو سياسية، وخاصة جهة نقابية، بالإمكان أن ينحرف إلى عنف يعني، وتصرف المجموعة في حالة من الهيجان والغضب بالإمكان أن ينحرف إلى عنف، عنف يأسف له جميع التونسيين، سواء للذين ارتكبوه وراحوا ضحية ارتكابه، سواء من أعوان أمن أو من أولئك الذين هاجموا المقرات العمومية وراحوا ضحية يعني هذا العنف المرتكب الذي بقي رغم ذلك والحمد لله حالة معزولة شهدتها تقريبا فقط منطقة منزل بوزيان. نعم. التي سقط فيها ضحايا لهذا العنف سواء من ناحية المتظاهرين أو من ناحية أعوان الأمن. على كل الأمور في طريق العودة لنصابها، بل عادت إلى نصابها في العاصمة. نحن نتحدث عن تجمع نقابي بالأمس، هو معناه تجمع نقابي عادي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل. عودة الهدوء الحذر، طبعا لا أريد أن أعلق لكم الحرية أنتم في صياغة عناوينكم، ولكن أعتبر أنها صيغة نوعا ما لغير ذات علاقة في وصف حالة عاصمة وفي وصف حالة عديد المدن التونسية تشهد سير عادي وحياة طبيعية. نعم، شكرا لك من تونس العاصمة برهان بسيس الصحفي والمحلل السياسي.